اليوم احنا في الدورة ديال اكتوبر كنا كنتسناو ان العمده درج الوعد ديالها لجمعيه طموح لمساندة مرضى السرطان واللي وعدتهم المركز وخرجت حتى لعند مرضى السرطان في شهر 11 وعدتهم بالمركز. وسيدا السيده النائبه المكلفه بالقطاع الاجتماعي جات في شهر 8 وكتاكد ان السيده الرئيسه مازال ملتزمه بالوعد ديالها واكدت انها حتى هي غادي تلتزم معنا بالوعد ديالها كرئيسه مكلفه مفوض لها بالقطاع الاجتماعي. وقالت لنا ندير دوره استثنائيه باش ندوزو للمركز ديال جمعيه الطموح في ظرف 15 يوم. ما دارش في ظرف 15 يوم وتيقولوا لنا غادي ندوزو المقر ديال جمعيه الطموح في الدوره ديال اكتوبر. ملي جينا كنشوفوا جدول اعمال الدوره وهادشي علاش شفتوا المئات ديال مرضى السرطان هنا خارج الولايه كيديروا وقفات احتجاجيه. درنا وقفه لان هاد الناس ما التزموش معنا بالوعود ديالهم. حنا اليوم كنقولوا لهم علاش ما كتلتزموش معنا بالوعود؟ هادو مرضى سرطان، هادو فئه اجتماعيه هشه، مرضى سرطان محتاجين الدعم، محتاجين المسانده، محتاجين الدعم النفسي، محتاجين بزاف د الحوايج، الدعم الاجتماعي هادشي اللي وفرته اليوم جمعيه الطموح. اليوم جمعيه الطموح بالرعايه ديال سيدنا كتعطي الادويه لمرضى سرطان في الوقت اللي مراكز العلاج افتقدت الادويه لمده 6 اشهر. اليوم جمعيه الطموح بالرعايه ديال سيدنا كدير لهم الراديوات والسكانيرات والبيت سكان والادويه بالملايين كتشرى، وسيدنا كيساندها وكيدعمها. لا يعقل ان جمعيه عندها هذا الاعداد الكبيره ديال مرضى سرطان واللي حدث يعني بفضل ديال سيدنا برعايه في الادويه برعايه في الراديو في الاسكانير ما تلقاش مقر ومركز. لحد الان ما كاين حتى شي حاجه قدمتها جماعه الدار البيضاء. جماعه الدار البيضاء قدمت الوعود بالمقر وبالمركز، قدمت واحد الدعم اللي كيتقدر بشي 4.5 مليون ديال الدرهم هي والجهه ومجلس العماله في واحد الاتفاقيه شراكه مع وزاره الصحه اللي لحد الان باقا ما توقعاتش. باقا ما توقعاش من طرف السيد الوزير، فيما تنتكلموا عليهم علاش الادويه مازال ما جاتش للمراكز، السيد الوزير ولا وقف عنده التاشيره. حنا اليوم كنطالبوا ان السيده العمده توفي بالوعد ديالها، السيده نائبه العمده المكلفه بالقطاع الاجتماعي توفي بالوعد ديالها، كنطالبوا ان السيد الوالي يدخل على الخط باش تخاد الامور بجديه، لان مرضى السرطان لا يعقل. انا مرضى السرطان نبقاو كنتلاقاو في الشارع في جرده راه شفتوا المعاناه ديالنا. واش يمكن لك انا مريض سرطان محتاج الدعم النفسي وهو مقهور وزيد تقهروا ان حتى مركز ما عندوش؟ جميع الفئات الاجتماعيه عندها مراكز، حتى المرضى العقليين عندهم مراكز، المدمنين عندهم مراكز، الا مرضى سرطان ما عطوهمش مراكز. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.